السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم زوار ومتتبعي قناة شروحات للمعلومات في درس جديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق فيه إلى طريقة استعادة كلمة المرور لحساب ياهو. إذا تم اختراقه أو تم فقدان كلمة المرور أو تم نسيان كلمة المرور أو شيء من هذا القبيل، كل هذه الأشياء إذا كانت قد وقعت لك أو شيء من هذا القبيل، يمكنك أن تقوم باستعادة الحساب بخطوات بسيطة. سبق أن شرحت هذه المسائل في بعض الدروس السابقة كاستعادة حساب يا جيميل وكذلك هوت ميل. جيد، الآن سأريكم الطريقة. فكما تلاحظون ستقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الياهو على هذا الشكل. تقوم بالدخول إلى موقع ياهو، بعد ذلك كما تلاحظ هنا سيطلب منك إدخال كلمة أو البريد الإلكتروني. أنا أواجه مشكلة في تسجيل الدخول، سأقوم بالنقل عليها. بعد ذلك ستظهر لك هذه الواجهة، هنا سنقوم بإدخال البريد الإلكتروني الذي قمنا بتسجيل بها الحساب الذي نريد أن نقوم باستعادة كلمة المرور الخاصة به. كما تلاحظ هنا يعطيك كما تلاحظ هنا خياران، يا إما أن تقوم بإدخال إيميل الخاص بك أو رقم الهاتف. فمثلا لا تتذكر الإيميل، قم بإدخال رقم الهاتف. إذا كنت لا تتذكر رقم الهاتف قم بإدخال الإيميل. فهذه الخطوات مهمة جدا. بالنسبة للخطوة الثانية كما تلاحظ هنا ريكوير في فون نمبر. كما تلاحظ هنا إذا كنت قد قمت بتفعيل تحقق بخطوتين لحساب ياهو، سبق أن شرحت هذه المسألة، فهذه الخطوة فهي مهمة جدا. فعندما تقوم بفقدان رقم عندما تقوم بفقدان حسابك أو تم اختراقه أو تم الدخول إليها شيء من هذا القبيل، فتأتيك رسالة مباشرة إلى الرقم الهاتف الخاص بك. فهذه الخطوة تساعد كثيرا على حماية حسابك من الاختراق. جيد، كما قلت كما تلاحظ هنا ريكوير في ايميل ادريس. هنا ستقوم ب كما قلت دائما يجب عليك أن تقوم بإضافة ايميل البديل لاستعادة حسابك. جيد، بعد ذلك ستنقل هنا على كونتينيو. بعد النقل على كونتينيو ستأتيك هذه الرسالة، سيطلب منك إذا كنت روبوتا ستختار هذا الخيار، تقوم بوضع علامة صح هنا. جيد، بعد ذلك تنقل على كونتينيو. كما تلاحظ معي هنا سيطلب مني أن أقوم باستعادة الحساب عن طريق البريد الاحتياطي. كما تلاحظ هنا سنقوم بالنقل هنا، إذا كنت تتوفر على البريد الاحتياطي قم بالنقل على هذا الخيار Yes, send me an account key لاستعادة الحساب. أما إذا كنت لا تتوفر على البريد الاحتياطي قم بالنقل هنا على I don't have access to this email. سأقوم باختيار هذا الاختيار، بعد ذلك سيأتيني الكود إلى الإيميل الخاص بي. هذا هو الإيميل الخاص بي، سيأتيني الكود الآن. كما تلاحظ قد أتت الرسالة، سأقوم بفتحها. كما تلاحظ معي هذا هو الكود، ثم أعمل له كوبي على هذا الشكل، ثم أعود إلى الإيميل ياهو، ثم أقوم بوضعها هنا على هذا الشكل. بعد أن قمنا بوضع الكود سنقوم بالنقل على فيريفي. كما تلاحظون تم بنجاح، تم تسجيل الدخول حاليا باسم كما تلاحظون الإيميل الخاص بي، ثم نقر على متابعة. هنا إذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء كلمة السر الجديدة، أنا لا أريد أن أقوم بإنشاء، سأتركها كما هي. قمت باستعادة الحساب فقط، تمت العملية بنجاح. كما تلاحظون الآن قد تمت استعادة الحساب بنجاح بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك على قناتي حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.